Alors allez, que me l'a.
gaffes sauce. سوس أكادير سوس عندي بوكو دامي وعايشين بزاف سواسة وطاطا طاطا زريعة أبيضار إتو عشت معاهم بزاف كيديرو صراحة الصراحة عشت معاهم أيام جميلة في السبعينات جيتي جون السبعينات والديبي ديال كاتخوفان الله يذكرهم بخير كانوا أصدقاء طاطا وسواسة كانوا عائلة وحدة وكنت وسط منهم أنايا وكاع الأعراس ديالهم كنت كنحضر ليهم كاع الأعراس ديالهم وكاع المناسبات ديالهم كنت كنحضر ليهم فن فن التراث التقاليد داكشي داكشي شامخ شامخ بزاف و كيطيبو الغدا الصباح كيكونوا غاديين للخدمة وكلهم عندهم مقابلين الهريات فريد مراكش وجدة فريد مراكش بيدار كان هو الباترون ديال الزريعة وكانوا سواسا شادي الهريات ديال لاليمونطاسيون جينيرال وكنت انا هو التريزوري ديالهم انا هو الصندوق ديالهم فلوسهم كاع يخبيهم عندي وجيتي لو بلي جون اصغر واحد في الاصدقاء كنا كنتلاقاو عند ماما كنا كنت عند ميمون ميمون راه كيعرفوا الوجدة شكون هو دونك صراحة المغرب اش كنقول لكم المغرب لا ديفيرسيتي ديالو هي سيتين ريشيس كانوا يردوا الغداء مع 8 كيجيو غاديين الصباح الخدمه ومع 12 كيجيو ضروري يدقوا عليا بحيت حدايا في الدار شارع الغزوات يريد الغزوات وراء المقبره ديال سيد المختار يقول لك ضروري تاكل معنا الغداء عرفتي الغداء كي داير طايب في المجمر طاجين المغرب صاحبي تقول لي المغرب بلاد الكرام وبلاد ما عاطي معاهم والو انا ما مساهم معاهم في الطاجين لا في كميله لا في خيلوطه اصدقاء وكيسولوني ديما اش خاصك وفراسك انا كنت جون وكنت باغي نلبس مزيان وفهمتي روكرز بلوزون نوار اي تو سا بوبان تشوز كيمشيو يشريو لي اللبس المخير يجيبو لي كادو نقول لهم لا راه عندي دراهم عندي كل قال لا والو عجبتنا هاد اللبسه يلاه جات كيجيبو لي الحطات ديك الساعه كان لي فيستروس اورانغلور واللي كان صبات بوبان تشوز ديال لي روكرز وكاين جايبات المهم فهمتي لي جاكيت بلوزون نوار ولي لي زولمبيس صراحة المغرب علاش كنت كنقول انا كي دخلت المغرب حسيت براسي عاد انسان عاد حسيت براسي انسان صراحة المغرب فيه الانسانية غير اللي ما كيعرفش علاش دابا كيهربوا عندنا دابا لي زافريكان وا وكيعيشوا كيحسوا بالراحة ايتو باسكو عندنا الحنان وعندنا الروح ديال الانسانية لان عندنا اصل صاحبي عندنا اصل حنا متأصلين متجذرين حنا ما كنعايروا حتى شي دولة غير هو اللي كنشوفو في المغرب ما شتوش في شي بلاد اخر كيعيشوا عندنا بدون قرش كيجيو بدون درهم كيوليو لاباس عليهم اللي كانوا سيريو يخدموا كنشوف السوريين كيدخلوا كيولاو كنشوف حتى الافغانيين وكنشوف حتى السنغاليين وحتى النيجيريين والايفواريين والتشاديين كلشي كيدخلوا هنا الصراحه كيتبدلوا ضربه واحده لان كانوا سيريو كيوصلوا كينجحوا كيوليو اساتذه كيوليو دي كوميرسون كيوليو بزاف 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 مدربين راه كنشوفوهم المغرب صاحبي ارض السلم والسلام راه ماشي هضره خاويه هضر التعايش والله ما هضره خاويه هضره فري وربي يسلط علينا هاد الجار صاحبي راه فريمون انكرويابل نو سون مال شونسو حظنا تعيس في الجغرافيا وحق الله العظيم والله تمنيت لو كان حدانا بركان على الاقل بركان كيخمد وكيطلع وكيهبط وما يكونش حدانا هاد الجار حق الله العظيم حنا نمنو ايديه في اي حاجه ما قدم والله نويا جامي كوزي دي مال شوفوا المصائب مسلطة علينا شعب جاي من الصحراء يرجعوا لبلادو ويعيش بخير وعلى خير تحت السيادة الملكية اش بغى بحالنا بحالو اش بغى ياكل يشرب يخدم يبغي يدير حتى المراير يديرهم كان لاباس دير لاباس دابا ولا عاطيه حتى الحكم الذاتي يا صاحبي وكيقولوا ليه لا باغيين الارض وباغيين يعمروا المنطقة الشمالية ديال موريتانيا باش يشاكسوا المغرب وداريك خطة ديال التجنيس قديمة بداو فيها من قديم الزمان كنت هضرت عليها شحال هادي قلت لهم كاع دوك البوليزاريو دابا كيميزيو دابا الاحزاب في موريتانيا والرئيس عبد العزيز كي كان وكيبقاو يجنسوا في عباد الله بالالاف جنسوا معطاهم جنسيه موريتانيا باش يديروا انقلاب ويديروا دوله تماك موريتانيا مواليه للجزائر ولا البوليزاريو ويعطيوهم معبر في شمال موريتانيا من معبر شمال موريتانيا للجزائر المحيط الاطلسي من تماك روسيا تانستالا ولكن المغرب راه عارف داك الشيء لهذا لا باز امريكان غادي تحط تحيد من اسبانيا وتحط في الداخله لان هادشي اللي قراه اللي حافظو الديب قاريه السلوقي سمعتي هادي كيقولوها الناس القدام اللي حافظو اللي قاريه الديب حافظو السلوقي قبل منه بالعكس مثال الديب ما بغا يهرب راه السلوقي يجيبو تخي رابيد على اين
تحياتي لجميع المغاربه وفهمتي، وكنشكرهم لان روح الوطنيه بدات كتبان والناس بداو كيعرفوا سواسه امازيغ اي جميع انواع الريافه، ما بقاش ديك القضيه ديال الانفصال وديال لي سيباراتيس ولافير ديال الزفزافي. ان شاء الله نتمنوا ان تحل سلميا والرجوع الى الاصل فضيله، رجوع الى الاصل فضيله. وكنت انا صراحه شفت عده اخطاء فهمتي، ناس زرفوهم وغروا بهم فهمتي، كاين دوله وكاين قانون، وكنظن ان الملك في الاخر غادي يشوف من حالهم جو بونس، لان كاينه اون كوميم الانسانيه في المغرب وكاين التسامح في المغرب. وما عرفت انا ما نقدرش ندخل في هذا الموضوع الا انه كنتمنى الرجوع عن الخطا وطلب العفو هو فضيله، هو من الفضيله. بنادم الا غلط ويقول جو سوي ديزولي جو سوي ترومبي وانا اطلب الاعتذار، فهمتي كومام كما غنى بوب دينا ذيس از ستوري اوف هيريكين، نقدو البشر من السجن، السجن المؤبد او السجن، ويرجع مواطن مغربي صالح بوزيتيف ويشوف كاع دوك الناس اللي غروا بهم، يشوفوا اللي غروا بهم شكون هما بعدا اللي غروا بهم ويلعبوا بهم. حنا بغينا المغاربه يكونوا سواسيه امام القانون وامام المستقبل ديالهم، واللي يخدم شي حاجه وانت شي حاجه يكون الناس باغيين. راه شوف هادو اللي كيقولوا يهضروا لك بالجمهوريه، شوفوا الجمهوريه راه حداكم، شوفوا سوريا، شوفوا اليمن، شوفوا العراق، شوفوا ليبيا، وشوفوا الجزائر. علاش نكذبوا؟ حنا ماشي كنتشفوا فيهم، راه من القلائل من مملكات المغرب، الجابون والمغرب اقدم الجابون جو بونس، والمغرب مملكة عندك تراث، عندك 14 قرن وزيادة. وصاحبي باغي تفرط في التاريخ ديالك، باغي تفرط في التاريخ ديالك، راه مفخرة ليك التاريخ ديالك، أن عندك تاريخ متسلسل ما فيهش انقطاعات. كندو حنايا أنا سي شوف جو نسوي با بوليتيزيان، أنا ماشي سي رجل سياسة با دي تو، أنا بوليفالون، أن نوم ليبغ، فهمتي ديك البهالي ديال الثقافة وديال العلم وديال الآخر، ماشي اللي عندي أنايا، فهمتي. مولاي عبد الرحمن المجدوب واش هو سياسي؟ كان يشعر رجل عادي وكيخرج كلام والناس كتغني به وكدير به، ها؟ سو سونت انسبيري منو ناس الغيوان وجي جلالة وعدة فرق، دونك حنا كونو خوا بيناتنا حنا مغاربة، راه حدانا عدو يتربص بين المغرب صاحبي ليل نهار، وقد بذل أقصى مجهوداته للقضاء على المغرب، ولكن راه داكشي ما صدقش، ما صدقش لان كومام باقي الرجوله في المغرب وباقي البركه في المغرب وباقي البانجو في المغرب. مالي فيك ناس غيوانا واخا واخا نسينا شوية نفكرو. مشيتش راني مشيت والهول داني والدنيا وحبابي ما سخاو بيا حر الغيوان ما دخلتو عندي هاد الصبع هذا صافا با مهرس ليا. المهم كنحييكم، واللي كيقول لك هذاك راه كيدير الفتنة، كيدير الفتنة. Thank you.
الصحراء مغربية وتبقى مغربية إلى يوم الدين يا مرضي الوالدين. راس الصحراء مغربية تبقى ليك وليا ومع عند ربي وهدية يا مرضي الوالدين يا مرضي الوالدين. مكاياش خوا خوا من بكري كاينة دوا مكاياش خوا خوا من بكري كاينة دوا نوضت كاع دوا مكاين غير غدارين كاين غير غدارين. شحال لعبو بينا شحال خلو بينا شحال لعبو بينا وجمعو علينا كاع الشيوعيين. شحال لعبو بينا وجمعو كاع لينا دوك الشيوعيين الجيوعيين. يا ودي في الخمسة وسبعين يا ودي في الخمسة وسبعين ما عمرك تغمض العين. ما كاينش خوا خوا ما كاينش خوا خوا من بكري بدت العداوة واتقعد انت يا وا واتقعد انت يا وا ما كاينش خوا خوا اه ما كاينش خوا خوا. خليني عليك انا خليني الله عليك فين غادي تديني هادي بلادي بلاد ولادي كيما خلوها لجدادي. خليني عليك انا في بلادي ما كاينش خوا خوا ما كاينش خوا خوا من بكري بدات العداوة من 63 65 75 يا مرضي الوالد أنا داك تغمض العين أنا داك تغمض العين. رفيق فيق يا رفيق رفيق فيق وطلب نعتيق وافيق فيخ يا رفيق عندك تيخ ما كاين لا خو لا صديق. ما كاين خوا خوا 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 راه كاين غير العداوة من 75 لليوم. بارك الله عليكم. عادي غير والله الا جات غير دابا هادي غير امبروفيزاسيون جات دابا عندي واحد الصبع راه مطردق هنايا ما خلانيش نلعب على اي صافي بليزير صافي بليزير بور سا كتشوفني نشد غير لا غيتار باسكو تا لي زامبياج وقتاش نلعبهم صباعي ما عرفتش شفت شحال من طبيب على هاد الصبعان هادو كلهم مطردقين يتوشي ان برودوي يا مات كورونا وهو اللي دار لي المشكله. على اي كنحييكم قلت لكم انا راه ماشي مغني محترف سي با مو ميتيغي كنضحك به وكان كومينيكي به وكان كومينيكي حتى بلي زاغيمو كنفسر لكم على انه امبوسيبل يكونوا خوا خوا لان الدماغ ديالهم مغسول بوخر بدل خدمتو مزيان وزادو تبعو عرفتي راه من 65 للسبعينات 78 تمات جا شويه شاد لي شويه الى اوفيغ لي بور جابو تفليقا 20 عام الو حسب شحال من عام ديال لافاج سيرفو سيغي وديال لونسيركلومون وديال الحرب الدعائيه ضد المغرب كلشي هادشي ديما كيبقى نفس الموضوع باش الشعب ديالنا
يعرف انه خصو يعتمد على راسو ويعتبر ان راه حداه بركان اون يغيبسيون بركان خامت شي نهار تفرقع وديما خصك توقع الحرب غادي تجيك ديما تقوي راسك الحرب غادي تجيك من واحد الجهه اللي هي مهبوله مسطيه ماشي مسطيه ديال الله لان اللي هو مرض سيكاتريك داك الشيء ديال الله كنديروا ليه تريتمون نطلبوا ليه الشفاء او على الاقل كنديروا له تريتمون باش ما ياديش راسو ما ياديش الناس اما هادو مرض سيكاتري هما باغيينها يكونوا مرض سيكاتريك ضد المغرب وحرضوا جميع الدول ضد المغرب وخسروا الاموال الطائره ضد المغرب وحنا ما عندناش شي حل الحل هو بين يدينا حنا نكونوا رجاله ونكونوا بلادنا ونكونوا بوزيتيف الحمد لله الدول اليوم راها تفرج اليوم كلشي كيتفرج كلشي تحت المجهر لي ساتوليت كاينين لي ريزو سوسيال كاينين المخابرات ديال الدول العالم كاملين اي معلومه عارفينها وعارفين شكون الظالم شكون المظلوم عارفين شكون اللي معاه الحق وشكون اللي معاه الباطل وعارفين شكون اللي معاه الربح شكون اللي معاه الخطيه فهمتي وعارفين شكون هما اللي عندهم المصداقيه وعندهم مستقبل ويتعاملوا معاهم شكون هما اللي عندهم مستقبل ديالهم كله نار وبركان وانا كنحيي المغاربه وهاد القناه اللي كنهضر منها انايا راه ديالكم كاملين شارك لي كومونتير كل شيء راها افاده ليا استفدت منهم بزاف ديال الامور واصلا عمرني كنت ناوي نوصل حتى 1000 ابوني عمرني كنت ناوي نوصل 1000 ابوني كانت 1000 ابوني هذه هي خيال بورتون ما باغي لا فلوس لا والو راه ني با مونيتيزي لا حتى راه ما كاين لا اشهار لا والو لان باش تبقى ديك الفكره على انها هذه قناه طاهره كتبغي مصلحه البلاد ما كنتمي حتى لشي حزب باش نذكر لكم هذه القضيه وما كندير الاشهار حتى لشي حاجه عندي واحد الدومين ديالي سبيسيال هو اصلا الدومين ديالي ما يبغيش الاشهار يبغي يكون ستور ستور لان الرياضه كتبغي بنادم يخدم اون سيلونس سيكريتمون باش بريباري لي فيتور اتليت ولي فيتور سبورتيف وحاجه اخرى ما عندي جو سوي متقاعد ما عندي ما نشر التجاره ديالي عمرني قلت لكم الفري التجاره ديالي عمرني درتها الاشهار عندي مسائل تجاريه كنديرها وكنخليها بيني بين راسي ما ندخلهاش لان كنقلب على المصلحه ديال البلاد ولست مرشحا او ساترشح في المستقبل لا في شي جمعيه ديال الرياضه او جمعيه سياسيه او حزب وكذا نبقى هكذا نوتر ندير اللي عجبني وحتى واحد ما عنده الحق يحاسبني سوى مولانا وكذلك الجمهور الا درت معاهم شي خطا ولا وانا كنقبل لي كريتيك اتونسيون نقبل التصحيح اللي صحني كنت غلط جو لوي دي ميرسي بور فوز ابور اون انفورماسيون سي كوم سا كون ابرون كون افونس اللي ما قبلش الخطا يصحح ليه ما عمرو يتعلم كنحييكم وديما يعيش المغرب واللي ما بغاش المغرب يعاود مخوته حتى كاع لا يبغي كاع المغرب هو باغي راسو تبارك الله عليكم وديما نقول لكم والله القسم الى المغاربه ما كاينش بحالهم في العالم ما كاينش بحال المغاربه في العالم واخا يقول لكم شي واحد مروكي ولا كاع ما تدخلوا لا ما تخرجوا من هنا المغربيين خوه وكرام وتاريخ سي با لا بان كونكور وكلشي راكم عارفينو او غوفوار لا بروشين فيديو معك لو بروشين فيديو وقتاش تكون يلا درت وحده عاود بان لي يدي تطرك لوني وخاوة سمعت واحد خاوة قلت راه ندير فيديو واحد اخر ربما عاود دون 2000 درا كان لي فيديو ورا فيديو ما عندي ما يدار مسالي قبي كان لي فيديو ورا فيديو داكوغ انا مسالي قبي اللي يقول لي سير قدير لك شي غرض هذا هو الغرض ديالي مسالي قبي فيديو ورا فيديو يوم ورا يوم هذه الاغنيه ديال سمير ياسين يوم ورا يوم فيديو ورا فيديو تبارك الله عليكم